أهلا وسهلا بكم في قناتنا، قناة الفن لأخبار الفن والفنانين. شاهد زوج شهد الياسين وحقائق ومعلومات لا تعرفونها عنها. قبل متابعة الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. احتفلت الفنانة شهد الياسين بزفافها في أجواء فخمة بحضور عدد كبير من زميلاتها الفنانات والإعلاميات، من بينهم هبة الدري، الفنانة شوق، لمياء طارق، مي البلوشي وابنتها شيماء، والمذيعة إيمان نجم وأمل الإنباري وغيرهن. كانت شهد الياسين أعلنت عن عقد قرانها في شهر مايو الماضي عندما حرصت صديقتها الفنانة هيفاء حسين على المباركة لها على الانستغرام، ثم نشرت الفنانة العراقية بنفسها فيديو لها على حسابها الخاص تشكر فيه كل من بارك لها على عقد قرانها. زوجه هو عادل الكندري، رجل أعمال سعودي وعضو مجلس إدارة شركة العتيم القابضة، وحاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة سافولك في الولايات المتحدة الأمريكية. شهد الياسين مع صديقاتها في حفل زفافها. شهد الياسين اسمها الحقيقي هو هناء ياسين محيبس، واحدة من ممثلات العراقيات تعيش في دولة الكويت في الخليج العربي. ولدت في 28 أغسطس عام 1983. عمرها في 2019 35 عاما، وبرجها الفلكي هو برج العذراء. ولدت شهد في البصرة جنوب العراق وانتقلت مع عائلتها الى الكويت. انفصل والديها وبعد الغزو العراقي قرر والدها العودة للبصرة، وبقيت هي مع والدتها في الكويت. تزوجت أمها من رجل كويتي ونالت الجنسية الكويتية، ولم ترى شهد والدها منذ سن الثامنة. إخوتهما أحمد ورائد رحلا إلى السويد، وأختها هيفاء إلى الأردن. نشأت في الكويت وبدأت أول مراحل التعليم ابتداء من التعليم الأساسي في مدرسة دجلة والرصاف العراقية وحتى مرحلة الجامعة. ظهرت على شهد الموهبة الفنية التمثيلية منذ صغرها، فكثيرا ما كانت تقوم بالاشتراك في الأعمال المسرحية التي كانت تقام في المدارس. قبل انطلاقتها اختارت اسم شاهد لنفسها لأنها شعرت بأن اسمها الأصلي يجلب لها النحس،
ورافضة في ذلك الوقت الإفصاح عن اسمها. رفضت شهد الياسين الإفصاح عن جنسيته الحقيقية، مؤكدة أنها تفضل أن يناديها الآخرين بالفنانة الخليجية، نافية أن يكون ذلك بداعي الخجل من معرفة بلدها الحقيقي. بدأت حياتها الفنية أواخر التسعينات من القرن العشرين، وكان ذلك من خلال دورها في مسلسل الاجتماعي حكايات كويتية عام 1999. ظهرت الفنانة شهد الياسين بعد ذلك في مسلسل حريم عام 2003 بصحبة الفنانة حياة الفهد، وقد اشتهرت كثيرا ونالت إعجاب الجمهور. عام 2012 شاركت شاهد فايز السعيد في فيديو كليب يا قلبها، وفي عام 2015 شاركت الفنان محمد عبده في فيديو كليب حب وجرح. نالت شاهد بطولة مسلسل ظل الياسمين سنة 2008، وقد نال نجاحا كبيرا، نالت إعجاب الجمهور الخليجي بسبب تأدية أعمالها بصورة رائعة. شاركت الفنانة شهد الياسين حديثا في عملين، الأول مسلسل العاصفة والثاني هو مسلسل موضة قطعة من ذهب. عام 2012 قامت بإجراء عملية تجميل لأنفها لإزالة عظمة بعدما حصلت على فتوى دينية تسمح لها بذلك لخوف أن تكون قد غيرت من خلق الله. شهد الياسين كان متزوجة قبل ذلك، ويعد هذا زواجها الثاني. كانت شاهد على خلاف مع والدها، وصرحت أنها لم تبكي على والدها في وفاته وليست نادمة على خلافها معه، ورفضت الاحتفال بيوم ميلادها لأنه توفي والدها في يوم ميلادها. نشرت الفنانة شهد الياسين عبر حسابها على تطبيق سناب شات فيديو تكشف فيه سر كثافة شعرها ونعومته، وقدمت فيه نصائح للفتيات حول كيفية العناية بالشعر. حيث قالت شهد الياسين في الفيديو: لا تتكلفي بالذهاب إلى صالون التجميل أو شراء الماسكات، فقط ضعي زيت جوز الهند على شعرك والحمد لله صار شعري حليل بهذا. وأضافت هنالك خلطة أخرى لتكثيف وتطويل الشعر، فقط طحن حبة سوداء واخلطيها مع زيت الزيتون واترك الخليط لمدة يوم، بعدها ضعيها على جذور الشعر.